ما هو الفرق بين الدعاء والتوسل؟ الدعاء ده بتدعو ربنا مباشرة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده دعاء مباشرة. أو تقول لزول، خد بالك، تقول لزول ادعو لي الله، ده برضه دعاء ما فيه مشكلة، تقول لا ادعو لي الله، دينا ما بيدخل في الواسطة المحرمة. أما التوسل بتاع الصوفية ده مش التوسل الشرعي، التوسل الشرعي اللي ذكرناه إنه تقول لزول ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى. أما بتاع الصوفية تلقى الواحد قاعد في بيته ولا بيمشي، يجي يقول لك يا مولانا لكن ما توسل عمر، توسل عمر كده الله يهديك يا مرضان، توسل عمر رضي الله عنه ما كده، يقول لك توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة قعدوا في بيوتهم، في بيوتهم هناك وقالوا يا النبي تلحقنا؟ اتحداك اديني اثر زي ده. يقول لك توسل الأعمى، اتحداك هل الأعمى قعد في بيتهم وقال يا النبي تشفيني؟ لا، كلهم جو وطلبوا منه الدعاء. إذا لو جيت وطلبت الدعاء ما في حاجة بجوز، لكن الصوفي تلقاه منبطح في بيته، خد بالك، راقد على قفاو، بعد شوية يرفع لك يده ويوه أحمد تجاني، ده توسل؟ سل عينك، ما توسل ده، أنت قاعد في محلك يا زول، ده دعاء لغير الله، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. دعيت أحمد التجاني، دعيت البرهاني، دعيت النبي عليه الصلاة والسلام، دعيت جبريل، ده في النهاية شرك بالله، لأن ربنا قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.